بالتأكيد على دور المملكة العربية السعودية الرائد في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، يواكب لبنان الدورة 14 للقمة الإسلامية التي تستضيفها مكة المكرمة. ولبنان يعول على حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في سبيل تحقيق أهداف القمة في الظروف الحرجة والدقيقة التي تمر بها بعض الدول الإسلامية. الأممية عم تمر بمشاكل كبيرة، بتحديات كبرى، بصراع دولي إقليمي، والانقسام للأسف اللي حاصل، الانقسام العربي الإيراني السني الشيعي للأسف نحكي بهالطريقة، بده خطوات جدية لرأب الصدع. والمملكة مطلوب ومتوقع منها أنه تقوم بدور قيادي، لأن المملكة دولة أساسية في هذا الإطار، فالعرب جميعا والمسلمين بينتظروا منها دور قيادي بهذا الموضوع. وتؤكد المواقف في لبنان على أهمية أن تخرج القمة الإسلامية بقرارات جامعة وموقف موحد لمواجهة التحديات، خصوصاً ما يتصل منها بشكل أو بآخر بارتفاع منسوب التوتر الأمريكي الإيراني وانعكاساته على المنطقة. المملكة مشهود لها أنه يعني حاولت طويلاً من أيام الملك عبد الله برأب كل الصدوع، وأن تلعب وأن تستمر في لعب هذا الدور هو أمر محبز وأمر مطلوب. نحن ندعم أي خطوة عربية نحو أولا لم الشمل العربي، وثانيا أنه يكون في يعني موقف موحد لكيفية مواجهة التحديات التي يمكن أن تطرأ عن استمرار النزاع الإقليمي الكبير بين الولايات المتحدة وإيران. رئيس الحكومة سعد الحريري سيرأس وفد لبنان إلى أعمال القمة الإسلامية. تتقاطع كل المواقف اللبنانية الرسمية والشعبية عند التأكيد على الدور المحوري والمركزي الدائم للمملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية. مرسل كرم الإخبارية، بيروت.